أهلا بحضراتكم من جديد. معنا أول خبر بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تابع السيد الرئيس خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا، وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة، وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في فقرتنا الإخبارية. حساب مصرفي مجانا لكل مواطن. عزيزي المشاهد، بدأت البنوك في فتح حسابات توفير مجانا بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي. عشان نعرف تفاصيل أكتر حوالين هذا الخبر وكمان نعرف إزاي إحنا كشباب نقدر نحصل على حسابات توفير مجانا من البنوك، خلونا نرحب بالدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي
وأستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الفل أستاذ أندرو، ازي حضرتك يا فندم؟ أستاذة مارينا صباح الفل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا، ربنا يخلي حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. في البداية دكتور خلينا نتكلم عن تفاصيل الخبر. عندنا حسابات توفير هتتفتح بشكل مجاني، عايز أسأل حضرتك هل هذه الحسابات ستكون مقتصرة على فئة معينة، وهل ستكون ليها فترة زمنية محددة؟ هو طبعا الشمول المالي باختصار شديد هو طبعا معناه إتاحة الخدمات المالية المصرفية لكل فئات المجتمع. والبنك المركزي عنده قطاع بيديره وكيل محافظ للبنك المركزي لقطاع الشؤون المالي، والقطاع ده مرتبط بقطاعات تانية موجودة في البنوك بيتم التواصل بينها وبين البنك المركزي علشان يتعمل فعاليات، يعرفوا التعليمات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالشمول المالي. فبالتالي البنوك كلها عندها قطاعات للشمول المالي، بيبقى فيها مدير موجود للشمول المالي مرتبط بالبنك المركزي برضو اللي عنده نفس القطاع. البنك المركزي اهتمامه طبعا بأن كل المواطنين يبقى ليهم حسابات مصرفية، عمل مجموعة من الفعاليات، حوالي 6 فعاليات في السنة. الفعالية اللي احنا بصددها دلوقتي بدأت يوم الخميس 1/8 وهتنتهي 15/8، وهي فعالية اليوم العالمي للشباب، والمفروض ان هي من اول 16 سنة. كنا الاول في القطاع المصرفي ما بنفتحش اقل من 21 سنة. دلوقتي ان احنا البنوك بدأت تتجه ل 16 سنة علشان يبقى كل الشباب المتواجد سواء في مدارس ثانوية او موجود في الجامعات يبدأوا يبقى ليهم حسابات مصرفية، ويبقى عندهم وعي بالقطاع المصرفي، عندهم وعي بالخدمات المالية المصرفية سواء التقليدية او الرقمية. وده برضو تمهيد ان يبقى المجتمع كله بعد كده يبقى عنده حسابات مصرفية، وده الهدف الاساسي. يعني الفعاليات طبعا البنك المركزي قلنا عليهم 6 فعاليات للشمول المالي خلال السنة، هي اليوم العالمي للمرأة، وده يعني بيتزامن مع عيد الام في مارس، واليوم العالمي اليوم العربي للشمول المالي في ابريل، ويوم الادخار في يونيو، وفي اليوم العالمي للشباب في اغسطس اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، وفي يوم الفلاح الشهر الجاي ان شاء الله في سبتمبر، وفي يوم لذوي الهمم في شهر ديسمبر. دي المفروض الفعاليات. والشباب طبعا البنوك بتبدا تعمل فعاليات شكلها يعني الى حد ما مبهج، بيتعمل في النوادي، بيتعمل في مولات معينه، بتواجد البنوك او يعني ممثلين ليهم في بارتيشنز كده بتتعمل داخل هذه الاماكن بحيث يتواجد بشكل ظريف ولطيف للشباب المتواجدين في المناطق دي، ويبدأ فتح الحسابات مجانا. حسابات توفير بتتعلق طبعا بهذه الحسابات، بيطلع له كارت طبعا ديبت كارد يعمل بيه مشتريات، يسحب بيه نقد من الاي تي ام، يبقى معاه كارت ميزه الصادر من البنك المركزي وبتوزعه البنوك عشان اي خدمات حكوميه، يدفع مصاريف الجامعه، يدفع مصاريف اي حاجه خاصه بممكن في الـ في الـ في المرور مثلا، اي حاجات حكومية. طب يا دكتور هو بيشترط وجود مثلا حد أدنى من الرصيد في الحساب اللي مفتوح؟ لا يشترط حد أدنى للرصيد، ما فيش عليها أي مصاريف لفتح الحساب، ما فيش مصاريف مينتنس فيز إدارية أو غيره، الحساب مجانا تماما. هو تشجيع طبعا من البنك المركزي والقطاع المصرفي للشباب إن هم يفتحوا حسابات من 16 سنة فيما فوق. طب يا دكتور بما اننا بنتكلم عن اليوم العالمي للشباب والاحتفال من جانب البنك المركزي بفعاليات هذا اليوم، خليني اسال حضرتك هل هناك اي خدمات اخرى ستمنح للشاب اللي هيفتح حساب؟ طبعا هيبقى طبعا في زي ما قلنا عنده هيبقى ديبت كارد، عنده كارت ميزه، هيقدر يتعامل على الابلكيشنز بتاعه البنوك على الموبايل بتاعه ويتحرك بحساباته من خلالها. ممكن وقتها يعمل انستا باي، فيعمل تحويلات لحظيه لاي حد، ممكن جدا يدفع لزميل ليه مبلغ معين، ممكن يدفع مشتريات بالانستا باي، كل الحاجات دي طبعا. طب هو فتح الحساب يا دكتور ده بيكون خلال مده معينه، ولا اي شاب يقدر ان هو يفتح حساب مجاني او حساب توفير مجاني طول ايام السنه؟ لا هو ده اليوم فعاليه للشباب، هو يوم واحد بس اللي هو النهارده. طب من 1/8 اللي هو الخميس اللي فات كان من 1/8 لحد 15/8. لحد 15/8. طب يا دكتور في حصر العدد المواطنين اللي عندهم حسابات في البنوك اللي طبعا من فوق سن 16 سنه؟
في طبعا احصائيه بتقول ان في تقريبا 46 9 من 10 حوالي 47 مليون شاب من 16 سنه فيما فوق الفئه العمريه دي، موجود طبعا في حوالي 47 مليون مواطن من الشباب يعني عندهم حسابات المفروض طرف البنوك، من اجمالي تقريبا احصائيه من حوالي بنتكلم في 67 مليون، يعني نسبه كبيره جدا جدا موجودين حاليا برضو علشان الفعاليات دي بتتعمل بشكل كبير او بشكل دوري. فيعني لحد وهذه الفعاليات بتجذب الكثير من الشباب، حضرتك شايف اقبال من الشباب في هذه الفعاليات؟ جدا جدا، يعني الشباب مهتم جدا، كل شاب بغض النظر احنا بنتكلم على 16 سنه يعني شاب في ثانويه عامه مثلا، يعني احنا بنتكلم على ان الشاب الصغير زي ما بيقول لك انا عندي حساب في البنك ومعايا ديبت كارد وممكن اقعد في كافيه وادفع فلوس بدل ما معايا كاش يبقى معايا كريدت كارد، بتبقى ايمج برضو هم بياخدوها الشباب الصغير ده بان هو كبر يعني وعنده حساب مصرفي وبقاله يعني كده، يعني زي الشباب ما بيفرحوا وبيطلع الاي دي بتاعته او البطاقه الشخصيه بتاعته فبيبقى سعيد جدا جدا بحاجه زي كده. طب يا دكتور، حضرتك كنت بتتكلم من شويه عن فكره انه البنك المركزي هدف من اهدافه هو الترويج لفتح حسابات لكل المواطنين في مصر والاشتراك في الخدمات الالكترونيه، ايه الهدف من ده يا فندم؟ هو تمهيد طبعا زي ما قلنا في البدايه ان احنا يبقى كل المواطنين في مصر اللي هم بيتمتعوا بالاهليه من اول 16 سنه فيما فوق، بنات شباب سيدات رجال كله يبقى عنده حسابات مصرفيه، فالمجتمع كله مع الوقت والتدريج يبقى كله بيتعامل من خلال البنوك، طبعا ده بيحميهم من عمليات النصب، بيسرع العمليات المصرفيه، بيتيح خدمات الكترونيه، وبالتالي لما انا دلوقتي يبقى عندي البنوك بتشتغل الكتروني من البيت او يبقى في البنك الرقمي يبقى خلاص الناس اتمهدت بقى عندها حسابات مصرفيه تشتغل بالابلكيشن، تشتغل بالشغل الرقمي، خدمات الانترنت والموبايل بانكينج، وده بيبقى تمهيد كويس ان انا المجتمع كله يبقى كاشلس بعد كده، يعني دي كلها اجراءات بنمهد بيها المجتمع ليه فيما بعد ذلك من اجراءات المفروض الفينتك او التكنولوجيا الماليه الالكترونيه. يعني دكتور عز الدين حسنين، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لما تقولوا يحصل، الصناعه حلقه متكامله مش مجرد مصانع وعمال، الصناعة قرار. وكان القرار إن الدولة المصرية لازم تفتح الملف ده وتشتغل على خطة متكاملة تنقلها من منطقة الاستهلاك لمنطقة الإنتاج. القرار كان صعب لأنك مش بتاخد قرار في حاجة واحدة، بالعكس محتاج قرار في مجمعات صناعية وتوفير طاقة ومستلزمات إنتاج ونقل. تم بالصناعة وزود المدن الصناعية فعلا والقروض الصناعية، لا الدولة يعني مهتمية جامد قوي بالصناعة. لكن الدولة المصرية قبلت التحدي واشتغلت على الملف بكل طاقتها وحطينا حلول للمشاكل وقدرنا نسخر كل مواردنا علشان نوصل لغاية الإنتاج. إجمالي حجم المشروعات في قطاع الصناعة خلال التسع سنين اللي فاتوا وصل 128 مليار جنيه. يمكن الرقم ده يكون هو إجابة سؤال بعض الناس عن إيه اللي عملته الدولة في ملف الصناعة، والإجابة بتكمل بمبادرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وقروض لتنمية المشروعات الصغيرة ب 46 مليار جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مش بس كده، لا كمان منح بقيمة 3.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وقدرت الدولة تقدم حوافز للمصدرين وصلت ل 56.5 مليار جنيه. الدولة قررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد اللي كانوا مش عارفين يعملوا ايه، وانشأنا 17 مجمع صناعي بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت ل 10 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، والإنجاز مستمر، وقدرنا نرجع ونطور صناعات استراتيجية زي صناعة الغزل والنسيج، وده من خلال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، وصناعات تانية مهمة زي صناعة الألمونيوم والصلب. ومش بس كده، وطنا صناعات جديدة زي صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والصديقة للبيئة،
كل ده غير إنجازات الدولة في مصانع الاستزراع السمكي والرخام والجرانيت، وإنجازها في وضع اسم صنع في مصر على أكبر مصنع أسمنت في الشرق الأوسط في بني سويف. ما كانش ينفع نعمل نهضة صناعية حقيقية بدون دعم تشريعي ومحاربة البيروقراطية. الدولة المصرية بدأت في تغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية، ولأن الإنسان هو العنصر الأساسي في الصناعة اهتمت الدولة بملف التدريب والتأهيل عشان تواكب التطور اللي حصل في كل المعدات والأجهزة. علشان كده تم تدشين 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، وتنفيذ 876 برنامج تدريبي، وده بالتوازي مع استكمال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي. مفيش حلم بيبقى حقيقة من غير تحديات، ويمكن مفيش أكبر من تحدي أزمة كورونا اللي وقفت كل مصانع العالم، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، وده أثر على مصر في رفع فاتورة الاستيراد. الدولة واجهت الأزمة وفكرت وقررت إنها لابد من توطين الصناعة للمنتجات اللي بنستوردها بشكل كبير، وعلشان كده ظهرت مبادرة ابدأ اللي كان الشغل الأساسي بتاعها تسهيل الإجراءات على أي حد عنده فكرة للتصنيع المحلي وتقديم كل الدعم اللوجستي والمادي. وبدل ما كنا بنصدر ثرواتنا خام لغيرنا عشان يصنعها، بقينا نصنعها احنا ونكفي سوقنا المحلي وكمان نصدر لغيرنا. الباص ده مكتوب عليه الصنع في مصر، الجملة اللي بقت متداولة في الأسواق العالمية. مش غريب دلوقتي تلاقي الجملة دي على منتجات في أسواق كتير حوالين العالم، وده يمكن قدر انه يخفض العجز في الميزان التجاري لحوالي 42.8 مليار دولار، ولسه الرقم هيقل اكتر طول ما مصانعنا شغالة. وصلنا بالقطاع الصناعي انه يساهم ب 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كل الارقام يمكن تفهمها اكتر لما تعرف ان قطاع الصناعه في مصر مشغل اكتر من 3.7 مليون مصري. التطور الكبير في الصناعه خلانا نقدر نصدر ب 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصريه في 2022، بزياده 61.3% عن 2014. والحلم مستمر اننا نوصل هدفنا ل 100 مليار دولار صادرات مصريه. ملف الصناعه المصريين عملوا فيه معجزه، معجزه ما كانش هدفها بناء وتشغيل مصانع، لكن كان هدفها الاكبر انها ترجع مصر على خريطه الصناعه في العالم. أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن واحدة من أهم المبادرات اللي بتقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية علشان تسهل سواء للمواطن إن هو يلاقي سلعة كويسة بأسعار مناسبة، أو كمان لأصحاب المحلات إن هي تساعدهم إن هم يبيعوا المنتجات بتاعتهم بشكل كويس وبشكل مرضي. والمبادرة دي هي مبادرة الأوكازيون الصيفي لسنة 2024 واللي بدأت النهاردة، والوزارة بتدعو أصحاب المحلات إن هم يروحوا يشاركوا في هذه المبادرة ويقدموا بطلب في المديريات الخاصة بيهم في الدائرة الخاصة بالمحلات بتاعتهم علشان يقدروا إن هم يشاركوا في هذا الأوكازيون. تفاصيل أكتر محتاجين إن احنا نعرفها عن هذا الخبر، تخص المواطن وتخص كمان أصحاب المحلات. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذة سماح هيكل، عضو الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة. صباح الخير يا أستاذة سماح، منورانا في صباح مي. صباح الخير، ازي حضرتك أستاذة ساندرا؟ أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين حضرتك تكلمينا عن هذا الأوكازيون، وهو بدأ النهاردة، مدته هتكون قد إيه؟ هو بدأ النهاردة 5/8 وهيستمر لمدة شهر ليوم 5/9. طبعا الأوكازيون ده الأوكازيون الصيفي، وطبعا بيبقى مع نهاية كل موسم بيتعامل نسبة تخفيضات بشكل معين بيتفق عليها كل محل علشان يقدر يحرك التجارة الداخلية عنده شوية، يعمل شوية تنشيط ليها، زائد تقديم عروض مميزة لكل المستهلكين. يا أستاذة سماح بنرحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. خليني أسأل حضرتك، هل نسبة المحلات المشاركة في الأوكازيون هي نسبة كبيرة من أول يوم للأوكازيون لحد دلوقتي؟ مبدئيا متوقع يكون مشارك لحد يعني من قبل ما يبتدي الأوكازيون النهاردة، متوقع يكون متقدم بطلبات حوالي 1500 محل. 1500 ده بالنسبة ده بالنسبة للبداية، ولكن كل يوم الأعداد دي هتكون في ازدياد، لأن الأوكازيون بيبقى لكل محل أسبوعين، لكل محل أسبوعين يشارك فيهم في الأوكازيون.
طب في شروط لازم ان هي تتوفر في المحلات دي عشان يقدروا ان هم يشاركوا في الاوكازيون؟ اه طبعا، اولا لازم يكون شغال بشكل قانوني، عنده بطاقه ضريبيه وسجل تجاري. طيب استاذه سماح، ايه هي الضوابط عشان برضو الساده اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اصحاب المحلات، ايه هي الضوابط التي يجب ان يلتزم بها اصحاب المحلات المشاركه في الاوكازيون؟ وخليني كمان اسال حضرتك عن التخفيضات، هل التخفيضات بتبقى تخفيضات موحده كل المحلات بتعمل تخفيضات واحده، ولا كل محل على حده على حسب السلعه اللي بيقدمها؟ مبدئيا الضوابط الخاصه بكل محل، اولا لازم يعلن عن نفسه ان هو مشارك في الاوكازيون من خلال الملصق اللي بيحطه على الازاز من بره، انه يقول انه مشارك سواء كان بكلمه تخفيضات وحاطط النسب بتاعتها او ان هو يكتب اوكازيون. ده رقم واحد. رقم اثنين من ضمن الضوابط ان لازم يحط سعرين على القطعه، سعر قبل التخفيض وسعر بعد التخفيض. ثالث حاجه لازم يقدم للمستهلك بعد في خلال عمليه شراء فاتوره ضريبيه الكترونيه اللي هو الريسيت اللي بيطلع بيبقى موجود فيه رقم التسجيل الضريبي، وده بيضمن حق المستهلك في حاله ان هو عايز يستبدل او يسترجع. بالنسبه للسؤال الثاني اللي حضرتك سالته الخاص بالنسبه للتخفيضات، مبدئيا الاوكازيون اختياري وليس اجباري على المحلات. اللي شايف ان عنده القدره وعنده المخزون الكافي اللي يقدر يقدم بيه نسبه تخفيضات كويسه فهو بيشارك. تاني حاجة، كل محل بيقدر يحدد نسبة التخفيض اللي هو شايفها مناسبة للمنتجات اللي عنده، محدش يقدر يجبره انه يعمل نسبة تخفيض بشكل معين. طب يا أستاذة سماح، في حالة ان صاحب المحل ده ما اداش فاتورة زي ما حضرتك قلتي للمشتري، المشتري يقدر ان هو يتصرف ازاي في الحالة دي او يبلغ ازاي؟ هو لو ما ادهوش فاتورة ما يشتريش، يعني هو لما يجي دلوقتي هياخد منه، فيه على فكرة حاجة اسمها بيان أسعار. لو اداله بيان أسعار ما فيهوش كل التفاصيل، يرفض انه ياخدوه ويطالب بحقه وهو لسه بيتمم عملية الشراء. في حالة انه يمتنع ان هو يديله الفاتورة ما ياخدش القطعة او المنتجات اللي هيشتريها، وبالتالي ممكن يشتكيه على رقم جهاز حماية المستهلك الخط الساخن. طب يا أستاذة سماح، الجهات المسؤولة عن هذا الأوكازيون سواء الغرفة التجارية أو جهات أخرى، هل بيكون في عملية رقابة منذ بداية أول يوم للأوكازيون لحد نهايته، فكرة أنه متابعة التخفيضات، متابعة سير العملية الشرائية من أول ما المواطن بيدخل المحل لحد ما بيخرج، متابعة الفاتورة الإلكترونية، هل بيكون في رقابة؟ اه طبعا في رقابه وفي متابعه طول الوقت من خلالنا برضو كغرفه تجاريه، وخصوصا ان احنا اللي بنحدد موعد الاوكازيون المناسب وبنبتدي نتعاون مع وزاره التموين على هذا الاساس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنقدم تقارير مستمره ونشوف حاله السوق، نشوف الاوكازيون قدم ايه السنه الموسم ده، هل مقدم تخفيضات كويسه، هل نسبه الاقبال شكلها ايه، لان كل ده يهمنا كملابس، عايزين نعرف الدنيا رايحه فين، الملابس تم باعها بالكامل ولا متبقي شويه، بناء عليه بيتحدد فيما بعد اذا كان هيبقى فيه وقت للتصفيات بعد نهايه الاوكازيون ولا لا. طيب حضرتك تحبي تقولي نصايح ايه تاني للمشتري في الاوكازيون ده قبل ما يروح يشتري؟ حضرتك قلتي لو ما فيش فاتورة ما يشتريش، ايه نصايح تانية تقدميها له؟ طبعا انا عايز الناس تلف كتير لان الموديلات والمنتجات متنوعة وفيها حاجات متشابهة بالنسبة للخانات، يدور على افضل سعر بالنسبة له، يبتدي يتفرج على محلات كتير، يروح رقم واحد للمحلات الموثوق فيها اللي هو بيعرفها، ومعظم المحلات دلوقتي بتحاول انها تحافظ على العميل بتاعها. انها مجرد ان حضرتك تروح تشتري من اي محل بياخد البيانات بتاعتك برقم تليفونك، وبعد كده بيتواصل معاكي لو في تخفيضات هو بيعملها، بيبعت لك رساله على التليفون علشان حضرتك تقدري تروحي تشتري من عنده مره ثانيه. انا بنصح الناس تروح المحلات دي رقم واحد. اللي ما عندوش محلات بشكل معين هو بيتعامل معاها وحابب ان هو يتعامل مع محلات تانية كتير، اول حاجة ينزل يتفرج، يخش المحل اللي حاطط الملصق انه مشارك في الاوكازيون، لان ما فيش حد هيبقى مش مشارك ويقدر يحط اللافتة دي او الملصق ده، لان هو كده بيعرض نفسه لمشاكل قانونية كبيرة، لانه لازم ياخد
ترخيص أو تصريح من وزارة التموين بالمشاركة. ثاني حاجة يبص على القطع، القطع يشوف السعرين موجودين عليها ولا لا، السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض. ثالث حاجة مهم جدا اللي احنا قلناه من ضمن الضوابط برضو الخاصة بالمحلات، طبعا ان المستهلك يشوف الحاجات دي وبناء عليه يتم عملية الشراء. عايزين نأكد على الناس يا جماعة برضو مهم موضوع الفاتورة، لازم تاخدوا فاتورة تقدروا تستبدلوا وتسترجعوا خلال فترة الأوكازيون بالفاتورة، وطبعا خلال الفترة أو الوقت المسموح به وفقا للقانون اللي أقره جهاز حماية المستهلك. الأستاذة سماح هيكل عضو الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، فاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، وخلونا ننتقل للشأن الرياضي، واللي من حضراتكم متابع فعاليات
أولمبياد باريس 2024 هيلاقي أن أولادنا وأبطالنا أبطال المنتخب الأولمبي بيواصلون كتابة التاريخ حرفيا. يعني أبطال منتخب الأولمبي بيواصلون كتابة التاريخ بعد فوزهم على منتخب أسبانيا بركلات الترجيح، والحقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا ووصلهم للدور النصف النهائي بعد غياب 60 سنة. أيوة زي ما بقول لحضراتكم، بعد غياب 60 سنة أبطالنا بيقدروا أنهم يوصلوا للنصف النهائي، وإن شاء الله إن شاء الله يحققوا ميدالية في هذه الأولمبياد. عشان نعرف تفاصيل أكتر حوالين مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، بيسعدنا وشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. يا كابتن طارق بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا في البدايه بنبارك لحضرتك وبنبارك لكل المصريين على المشوار الكبير اللي بيحققه ابطالنا منتخب الاولمبي، وخليني اتكلم مع حضرتك على الارقام المميزه الحقيقه اللي بيحققوها ابطالنا في اولمبياد باريس 2024. يمكن اول مره في التاريخ منتخب مصر يفوز على، بتكلم طبعا عن منتخب الاولمبي، يفوز على منتخب اسبانيا، وايضا بعد غياب 60 سنه المنتخب الأولمبي يقدر أنه يوصل لدور النصف النهائي، وكمان أول مرة في تاريخه نصعد كأول مجموعة. فشفت إزاي حضرتك يا فندم يعني تألق المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024؟ شوف حضرتك، احنا كنا وصلنا قبل كده للدور ده مرتين، مرة سنة 1928 ومرة سنة 1964، لكن المرة دي وهي المرة الثالثة هي الأصعب. والبطولة سنة 28 وسنة 64 كانت يعني النظام بتاعها كان أسهل من النظام الحالي، الفرق المشاركة ما كانتش بتدي الاهتمام الكبير ده. احنا كمان يعني لو بصيت لماتشاتنا تلاقي احنا ما خسرناش ولا ماتش لغايه دلوقتي، احنا تعادلنا مع الدومينيكان، احنا كسبنا بعد كده اوزبكستان 1-0، تعادلنا مع الدومينيكان 0-0، كسبنا اوزبكستان 1-0، كسبنا اسبانيا 2-1، تعادلنا مع باراجواي، وبعدين كسبناها بركلات ترجيح. فاحنا ولا هزيمه، بعكس مثلا في 64 كنا خسرنا ماتشين بسكور عالي شويه. لكن عايز اقول انه منتخب مصر ادى ما عليه، منتخب مصر بصرف النظر عن نتيجة مباراة النهاردة مع فرنسا واستحق كل التقدير وكل احترام. انت هتقابل المرشح الاول للميدالية الذهبية بيلعب على ملعبه وبين جمهوره، وانت قابلت ظروف صعبة جدا في البطولة دي. اول حاجة انه ما كانش في تعاون مع المنتخب الاولمبي، لا من الاندية ولا اتحاد الكرة اداله الاهتمام المناسب. الراجل طلب بعض اللاعبين من اندية اخرى رفضوا. الراجل حب يلعب ماتشات ودية وياخد فترات أكبر زي الفرق التانية. يعني فرنسا اللي هنقابلها دي ممكن عاملة 8 ماتشات ودية في الفترة الأخيرة في استعداد البطولة في شهر مارس وبعدين في شهر يوليو، يعني لعبة مع باراجواي ولعبت مع اليابان ولعبت مع كوت ديفوار ولعبوا مع جمهورية الدومينيكان، عملوا ماتشات كتير واستعدوا استعداد جيد. ومدربهم تيري انري يعني من المدربين الجيدين اللي لقى كل الامكانيات. كمان احنا اتنقلنا كتير قوي في البطوله، يعني الناس عشان تبقى عارفه احنا رحنا على باريس اول ما راح باس المنتخب، وبعدين من باريس راحت الى نانت حوالي 400 كيلو من باريس، وبعدين راحت الى بوردو 350 كيلو ثانيه، وبعدين راحت الى مارسيليا 650 كيلو ما بين بوردو ومارسيليا، وبعدين بتلعب النهارده في ليو 320 كيلو عن مارسيليا. فشكرا لنجوم منتخبنا الاولمبي، شكرا لمدربهم، ونتمنى منهم ان هم يعملوا لنا نتيجه جيده، لكن برضو احنا مقدرين ما فعلوه خلال البطوله. اكيد. كابتن طارق برحب بحضرتك مره ثانيه. صباح الخير. اهلا بحضرتك. عاوز حضرتك تكلمنا عن الميعاد النهاردة، المباراة الساعة كام، وكمان عن استعداد المنتخب المصري لهذه المباراة. طيب، المباراة بتقام النهاردة الساعة 10 مساء توقيت القاهرة. بتقام في ملعب اسمه جروب أما في مدينة ليو، دي مدينة يعني موجودة في الجنوب الفرنسي وفيها جاليات عربية كبيرة يعني لحسن الحظ.
هنلعب في ملعب 69 ألف متفرج، ويعني نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب. طب كابتن طارق، هل بوصول المنتخب الأولمبي للدور نصف النهائي هو كده ضمن ميدالية؟ لا لسه، لسه لازم نكسب النهاردة عشان نضمن ميدالية. لا يعني لو لا قدر الله خسرت عندك فرصة تلعب على الثالث والرابع برضو على ميدالية مع الخاسر من ماتش أسبانيا والمغرب، وبرضو ماتش بالسهل، لا يعني سواء الفائز أو الخاسر فالفرقتين جامدين جدا. يعني المغرب شفنا كسبت الأرجنتين وكسبت ولاية الاتحاد الأمريكية 4 وماشية بخطة ثابتة طول يعني الدولة. لازم يا فندم نكسب ماتش يا إما بتاع النهاردة إن شاء الله بإذن الله، يا إما بتاع النهاردة يا إما ماتش اللي جاي عشان نحقق ميدالية. لو كسبت النهاردة تضمن يا ذهب يا فضة، لو خسرت يبقى عندك فرصة تلعب على البرونز إذا كسبت. دكتور الكابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تم الكتاب المقدس بالأرامل، وفي مواضع كثيرة كان الأيتام والمراقين الأرامل بيبقوا جنب بعض، يعني على اعتبار أن كثير من الأرامل معهم أولاد أيتام. الأرملة مشكلتها أن ما فيش راجل معها، ما فيش مال زائد مسؤولية عيال. تثنية عشر يقول: الصانع حق الأيتام والأرامل والمحب للغرباء ويعطيهم أكلا ولباسا، أب الأيتام وقاضي الأرامل. والقضية هنا ذهبي الفن يكلم امرأة أرملة الشاب، يقول: ألا تعلمين أنك صرت زوجة للسيد المسيح نفسه فهو يهتم بكل أمورك. خلي ايدك مفتوحة لمسكين، ربنا هيرجع يملاها كل حين، لان ربنا عمره ما يكون مديون ليك. لو انت عاوز تنجو من الزمن الصعب اقتني فضيلة العطاء، دور على واحد محتاج واقسم معاه رغيفة. ودي بكرم، ادي بسخاء، تأكد ان اللي انت بتطلعه ده على طول اتضرب في ألف في السماء. العطاء يكون بفرح، انت بتدي المسيح في ايده، حد تاني يلمس ايد المسيح. الغلابة شيالين اللي تشيلوه لهم هتروح تلاقي فوق، كل ما تلاقي واحد غلبان قول له خد شيل دول ودهم لي. المكان اللي انت رايح له محتاج عملة كهذه. شارك خدمة أتحبني
عشان نقدر نوصل لكل محتاج لتوزيع بركة الصوم المقدس وعيد القيامة المجيد. Bunny, do you love me? Welcomes your contributions to help those who are in need. www.etohibbuni.org. Etohibbuni is tax exempt as described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. All donations to Etohibbuni are tax deductible. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم متعودين إن إحنا دايما بنحب نتابع مع حضراتكم حالة الطقس، لأن الصيف ده إحنا بنعاني من درجات حرارة مرتفعة، ودلوقتي في تقلبات مناخية، دلوقتي في أمطار غزيرة في بعض المناطق، وكمان في تحذيرات من سيول جارفة. عاوزين نعرف ايه اللي حصل، ايه التقلبات المناخيه المفاجاه دي وايه اسبابها. دلوقتي معانا على التليفون دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعيه. صباح الخير يا دكتور، منورنا في صباح مي. صباح الخير يا استاذه مارينا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بالاستاذ اندرو. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك، شرفنا ومنور. دكتور، عاوزين حضرتك تكلمنا عن التغيرات المناخيه المفاجاه، ايه سبب الامطار وايه الاماكن اللي فيها امطار حاليا؟ دكتور حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم. بخصوص الامطار برضه عشان الناس تكون عارفه، هو ده غريب شويه عن طقس مصر او مناخ مصر خلال فصل الصيف. احنا في منتصف او النصف الثاني من فصل الصيف. دي امتداد لمنخفض السودان الموسمي الممطر او المناطق المداريه اللي هي المفروض الامطار بتاعتها كانت بتبقى في تشاد والسودان والقرن الافريقي والمناطق دي. حصل امتداد لهذا المنخفض وبدا بقى فيه سحب تغذيه من السحب الركاميه اللي بدات في يعني تاثر على مناطق من اقصى جنوب مصر، يعني جنوب اسوان، ابو سمبل، توشكا، وكمان امتدت شمالا نوعا ما، وصلت لبعض مناطق جنوب البحر الاحمر بالتحديد، ووصلت كمان لمناطق في الاقصر بس ولكن بدرجه خفيفه. يعني ده سبب الامطار، لان ده مش طبيعه مناخ مصر ان يكون فيه امطار في الصيف في اي مكان في مصر. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني يعني متوقع ان تبقى فيه بعض الامطار الغزيره نوعا ما في المناطق المرتفعه، فممكن يحصل ما يسمى بالجريان السطحي او ما يسمى بالسيول احيانا، بس ولكن هي مش بدرجه السيول المعروفه، سيول جارفه وهتعمل مشاكل للمناطق المأهوله والكلام ده. في الحد الامن يعني. معظم هذه الامطار في مناطق جبليه، مناطق مفتوحه، مناطق زراعيه زي توشكا. بس يعني متوقع ان شاء الله مع يومين بالظبط ويبتدي تنتهي هذه الحاله من مصر. طبعا الحاله دي عامله مشاكل كثيره بالمناسبه في السودان، سمعنا من اسابيع، ودلوقتي في اليمن وفي جنوب السعوديه وفي اثيوبيا. فهي تعتبر يعني حاله من حالات عدم الاستقرار
في منطقه الشرق الافريقي كلها، وده اللي اطرافها امتلاك اطرافها اللي وصل لمصر. ده فيما يخص موضوع الامطار عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لهذا. دكتور طمنا حاله الطقس ايه خلال الايام اللي جايه بقى، لانه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي لما بيسمعوا امطار واحنا اصلا في حر فما بنبقاش عارفين الجو هيبقى يعني برد ولا حر ولا هيمشي ازاي، فطمنا كده هو الطقس. لا واحنا في شهر ابيب لسه في عز منتصف الصيف، يعني عشان الناس تكون عارفه. ايوه هل ذروه الحر اللي احنا عانينا منها خلال الايام اللي فاتت هتستمر؟ مستمره الكام يوم بس مش الذروه، يعني مش درجات حراره عاليه، بدا يبقى في انكسار في الطاقه الحراريه اللي اسمه الصهد، ولكن الحراره هتكون حوالين ال 39 و 38 وال 40 و 41 في الجنوب، لان زي ما قلت لحضرتك انا لسه في شهر ابيب، انا باقي يومين على انتهاء ابيب وهنبتدي مصر ان شاء الله في خلال 3 ايام من دلوقتي، فده طبيعه الوقت ده من السنه. بالعكس انا اخيرا ان انا وصلت للمعدلات، يعني معظم شهر ابيب من ساعه ما بدا وهي معظم الايام كانت الحراره فوق المعدلات وكانها موجات متصله من الحراره. انا النهارده وخلال ما تبقى من هذا الاسبوع درجه الحراره رجعت ثاني لمعدلاتها الطبيعيه في الوقت ده من السنه اللي هو في نهايه شهر ابيب. فيعني ايه يعني درجه حراره شديده الحراره؟ ايوه شديده الحراره على معظم مناطق الجمهوريه ما عدا مناطق اقصى الشمال، فدرجه الحراره نقدر نصنفها انها حاره معتدله ليلا وما الى الحراره في معظم المناطق ده سمه هذا الوقت من السنه يعني. طب يا دكتور متوقع نشاط رياح الفتره اللي جايه؟ دائما وابدا بيكون في نشاط للرياح، وحصل فعليا مش هيحصل، وكان في نشاط واضح للرياح في مناطق كثيره اهمها منطقتين، منطقه الساحل الشمالي وكان في ارتفاعات للموج وصلت لغايه 4 متر في الاسبوع اللي فات بس هديت تماما الفتره دي، ولكن مستمر حاله الرياح وخاصة المحملة بالأتربة المتوافقة والمتناسقة مع كميات الأمطار اللي بتنزل في مناطق الجنوب، فالجنوب معرض لسرعات رياح عالية أحيانا بتوصل لمرحلة إنها تكون محملة بالرمال والأتربة على مناطق من أسوان وغرب الأقصر وجنوب قنا، بس هتخف هذه الحدة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى، الفقرة الإخبارية اللي قلنا فيها لحضراتكم أهم وآخر الأخبار اللي حصلت مؤخرا. هنخرج لفاصل سريع ومارينا هتكون هنا في الاستوديو وضيفها أستاذ إبراهيم طه الكاتب الصحفي عشان يحللوا مع بعض أبرز المنشطات اللي جاءت في الصحافة المصرية. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا.